الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم حلقه جديده من المحترف. لسه متابعين مع حضراتكم ملف الكره العالميه، سوق الانتقالات المشتعل الحقيقه في اوروبا بشكل كبير جدا. كنا بداناه مع حضراتكم يمكن من اسبوعين واتكلمنا عن سوق جديد في هذا الصراع الكبير جدا جدا للبري سيزون، او يعني كل الفرق الاوروبيه والعالميه بتستعد لموسم جديد. سوق طبعا الدوري السعودي ودخوله في صفقات كبيره جدا جدا على مستوى لاعبين كبار من مستوى الليفل A، وفي صراع كبير جدا جدا من يعني في سوق الانتقالات من هؤلاء اللاعبين للانتقال للدوري السعودي. فعندنا النهارده بالتفصيل يعني جزء هنتكلم فيه عن الترانسفير ماركت وسوق انتقالات اللاعبين في طبعا استعداد للموسم الجديد، خاصه على مستوى الانديه الكبيره، انديه ريال مدريد، نتكلم على البايرن، نتكلم على فرق كبيره توتنهام مثلا، بنتكلم على ليفربول هيعمل ايه الموسم اللي جاي. فعندنا الحقيقه ملف مهم جدا. عندنا النهارده كمان منير غنام الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه هيكون معانا، هنناقشوا في هذه القضايا، ومنها كمان طبعا المنتخب الاولمبي. طبعا الف الف مبروك وصوله الى باريس 2024، ولكن الاهم ما هو قادم. الحقيقه هنتكلم بالتفاصيل على هذا المنتخب اللي كثير منا الحقيقه ما كانش متوقع وصوله للمباراه النهائيه، يعني كان اقصى طموحاتنا الحقيقه هو الوصول للاولمبيات، وكان في بعض الناس عندها شك في هذا الموضوع. لكن الحقيقه يعني المنتخب الاولمبي وطبعا الخطوه الكبيره جدا جدا للوصول للمباراه النهائيه هنتكلم عليها بالتفصيل. الاولمبيات هنستعد ازاي للاولمبيات، ازاي ميكالي طبعا المدير الفني البرازيلي هيستعد لهذه الاولمبيات بشكل، الطموحات عامله ازاي، يعني عندنا ملف هنتكلم عليه بالتفصيل لان ده كمان مهم جدا. لكن يعني بالنسبه لنا دايما الاهم هو النادي الاهلي الحقيقه، النادي الاهلي الحقيقه خلاص على بعد نقطتين من حسم اللقب، حسم الدوري المصري. النادي الاهلي بعد معسكر ناجح جدا في الاسكندريه بعد الفوز على فريق الاسماعيلي ثم فريق الاتحاد، والحقيقه كانت مباراه رائعه من النادي الاهلي واقترب كثيرا جدا من حسم اللقب. ما بقاش غير نقطتين وان شاء الله باذن الله يعني النادي الاهلي امامه لسه عدد من المباريات يستعد بشكل جيد جدا لمباراه نادي الزمالك. عايز اتكلم عن النقطه ديت، يعني مرتبطه الفوز باللقب والتتويج باللقب والاحتفال في مباراه نادي الزمالك. الحقيقه خلينا نتكلم باحترافيه، هي مباراه مباراه كبيره، مباراه قمه ما بين ناديين كبار جدا، ولكن تبقى المباراه بثلاث نقاط. نادي الاهلي بيسعى بقدر الامكان انه يحقق الدوري العام او يحسم بطوله الدوري العام في اقرب فرصه، في اقرب مباراه. صادف انها تكون مباراه نادي الزمالك بشعبيتها بجماهيريتها، تمام ما فيش مشكله، ولكن بنتعامل ايضا مع هذه المباراه انها مباراه من ثلاث نقاط. الحقيقه مهم جدا ان احنا يعني نقول عايزين المباراه كالعاده تخرج بشكل فني رائع يليق بمستوى النادي الاهلي ومستوى نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير، نادي عنده تاريخ كبير جدا وقلعة أخرى من قلاع الكرة المصرية، وبالتالي دايما هنا ودايما أنا بتكلم إن هذه المباراة ما تاخدناش للسوشيال ميديا، وما الحرب اللي على السوشيال ميديا هي مباراة كرة قدم بين قمة اسمها النادي الأهلي وقمة أخرى اسمها نادي الزمالك. النادي الأهلي بتاريخه الكبير، بجماهيره الكبيرة، بطموحاته الكبيرة جدا، ببطولاته الكبيرة، إن شاء الله قادر إن هو يفوز في هذه المباراة. ولكن زي ما بتكلم دايما هي صورة للدوري المصري، صورة ملخصة للكرة المصرية، كل الناس بتتفرج وبتتابع هذه المباراة على مستوى مصر، على مستوى الدول العربية. فنتمنى إن شاء الله أنها مباراة تخرج في هذا السياق، مباراة من ثلاث نقاط، مباراة إن شاء الله النادي الأهلي يتوج فيها بدرع الدوري إن شاء الله، اللي يمكن عامل أرقام أكتر من رائعة الحقيقة. فريق كرة القدم للنادي الأهلي خلال الموسم ده بيقدم نتائج رائعه رغم بعض الضغوطات في المباريات، بعض الصعوبات على مستوى الاصابات، والحمد لله قلت كتير جدا عن الموسم اللي فاتت، لكن الحقيقه النادي الاهلي بيقدم موسم اكتر من رائع، موسم استثنائي.